ايه اللي ممكن ايه او ايه اللي بينقصنا؟ يعني دي اول مره مشاركه لينا، اول مره الكاراتيه تبقى في الاولمبياد. مش عارفه، انا حاسه ان الامور على قد ما انا شايفه ان هي قريبه، وانتي ما شاء الله يعني احنا كلنا بنعول امال كبيره جدا عليكي، ولكن يعني البطل لما ياخد ميداليه اولمبيه دي بتبقى اكبر حاجه في تاريخه كله، بالذات ان احنا في الكاراتيه احنا داخلين السنه دي ومش يعني وخارجين يعني خارجين يعني داخلين وخارجين في نفس السنه، يعني مش مكملين الاولمبيات اللي بعدها. بتقولي ايه؟ داخلين وخارجين في نفس السنه؟ اه يعني هي الاولمبيات مشاركه السنه دي بس في الكاراتيه، اللعبه يعني دخلت السنه دي وهتخرج السنة، يعني بعد ما تخلص مش هنبقى اللعبه مش هتبقى اولمبيه. انا عارف. اول يعني هي فرصه، يعني بصي عارفه اللي هو ما فيهاش اختيارين. ايوه صح، اللي هو فرصه بتيجي كده في العمر مره. طب صعوبه البطوله ايه بالنسبه لك؟ هل شايفه الصعوبه في المنافسين؟ هل شايفه الصعوبه في الاجواء المحيطه؟ هل شايفه الصعوبه ان كل ابطال العالم بيفكروا نفس تفكيرك ان هي دي فرصه ان انا اخطف هي ميداليه؟ فرصه بس يعني هي كل المشاركين العشرة هم احسن ناس في العالم طبعا، وبالذات ان انا مش بلعب مع ميزانيه، يعني انا كنت بلعب تحت 50 كيلو، هو في الاولمبياد ضامنين ميزانين 50 وال55 عملوهم ميزان واحد. انتي ميزان فيهم؟ انا ميزان 50 وفي ميزان 55، فهم ضموا الاثنين على بعض بقى ميزان تحت 55 كيلو. فممكن تبقى عندي صعوبه شويه ان انا ده بقى ده في 10 لعيبه؟ 10 يعني هم يعني 50 و55 هم 10 لعيبه. تمام، فممكن يكون في سنه صعوبه ان انا يعني ما لعبتش مع الناس اللي الميزان الاعلى منك. طبعا.